Hey guys, welcome back to our YouTube channel, to Go Funny Lungu, back with another reaction video. If you're new, welcome. If you're not, welcome back. Big shout out to the person that suggested this. You're the best. For everyone that's subscribed, watched, thank you for your support. We really do appreciate you guys. Please motivate me by giving me stuff to react to, and I'll be more than glad to react to them. So today I'm going to be reacting to The Hellfire, Jahannam, Oh Allah Forgive Me. So without wasting time, let's get into the video. نعمر بالخير الدنيا ونرضي بهذا نصوم نقوم ونحيا. نعم أجمل عزيزي المشاهد، اليوم سنعرف ملامح أولئك الذين أصبحوا من العتقاء. من هم العتقاء؟ وما هو القرار الذي نريد أن نتخذه لنصبح من أولئك الذين حرمهم الله عن النار؟ اللهم اعتق رقابنا من النار. لماذا يتكرر هذا الدعاء؟ تعرف لماذا يتكرر هذا الدعاء؟ لما تعرف أماني أهل النار الأربعة. أهل النار، اللهم أجرنا من النار وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار. أهل النار لهم أربعة أماني. الأمنية الأولى، يتمنون أن يخرجوا من هذه النار ويطلبون هذه الأمنية وتحقيقها من الله سبحانه وتعالى. ربنا أخرجنا منها، ربنا أخرجنا منها، فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. بعد هذا الحوار وبعد هذا الرد من الله سبحانه وتعالى، ييأس أهل النار من الخروج من النار. ضاعت الأمنية الأولى، انتهى الأمر، قضي الأمر، ما في خروج. فيتمنون أمنية أخرى أقل درجة من هذه الأمنية. يتمنون أمر في الدنيا كل أهل الدنيا يهربون منه ويفرون منه، لكن هذا الأمر يصبح أمنية من أماني أهل النار. يتمنى الواحد منهم أن يموت وأن يقضى عليه في هذه النار. ونادوا يا مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. يعني إذا من علامات أهل النار أن يكون للحق كارها؟ نعم، كان في هذه الدنيا يأتي الحق فيكرهه. ايش يبون هذا؟ ويرده. الله. نعم. ماذا يريد؟ خروج؟ لا خروج. موت؟ لا موت. الله المستعان. إلا الآن سقف طموحات أهل النار. بعد سنين من العذاب يتمنون أمنية. ما هي هذه الأمنية؟ يتمنى أهل النار أن يخفف الله سبحانه وتعالى عنهم يوما من العذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى،
قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إذن لا خروج لا تخفيف ولا موت ولا موت. تتعجب من أمنية أهل النار الرابعة يتمنون في النار الله. أمر كان من أسهل الأمور في الدنيا، بل أصبح في الدنيا هذا الأمر الذي يتمنى أهل النار أصبح مضرب مثل لليسر والسهولة. الواحد فينا لما يكون عنده اختبار في الدنيا ويكون اختباره سهل ويجي واحد يسأله يقول له كيف كان اختبارك، يقول له أسهل من الماء، أسهل من شرب الموية. أهل النار يتمنون في النار شربة ماء. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. شيخ علي، العجيب أن أهل النار من فوقهم نار ومن تحتهم نار وعن يمينهم نار وعن شمالهم نار، ويلبسون من نار ويأكلون من نار ويشربون من نار. قال الله سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يا شيخ علي، شيخ نايف، أتعلمون أن أهل النار يصطرخون: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا، أمنية، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يقال قديما: إذا عرف السبب بطل العجب. وكنا نتعجب من تكرار هذا الدعاء: اللهم أعتق رقابنا من النار. لكن حينما يعرف الإنسان حال أهل النار وأماني أهل النار فعلا يتمنى أن يكون من العتقاء. متى نستطيع أن نستثمر الفرصة الذهبية لنكون من هؤلاء العتقاء؟ في كل ليلة الله من ليالي رمضان لله عتقاء من النار الله. وفي آخر ليلة من ليالي رمضان الله يعتق الله فيها مثل ما أعتق من أول الشهر إلى آخره. ما معنى عتقاء من النار؟ أي أنه لو أن الله في ليلة من ليالي رمضان كتبني وكتبكم من عتقائه من النار فوالله لن تمسك النار أبد الآبدين، ويوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير، وأنت قد أعتق الله رقبتك من النار فمصيرك الجنة. يعني يحرم على دخول، يحرم على النار من كتبه الله عز وجل في رمضان من عتقائه من النار. تحقيق العتق
وأيضا من الأشياء التي تجعل الإنسان يعتق من النار الدعاء. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. إذن اتخذ القرار بأن تدعو الله عز وجل بأن نكون ويكون ضيوفنا الكرام ومن يشاهدنا من عتقاء النار في هذا الشهر العظيم، اللهم آمين. اتخذ القرار لتكون حياتك أجمل. اللهم يا حليم، اللهم يا ودود، اللهم يا لطيف، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا من النار ورقاب أزواجنا وذرياتنا من النار يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا، إن لك في كل ليلة عتقاء من النار. اللهم أعتقنا من النار، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. حياتي مع الله أجمل، حياتي مع الله، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء صلاة. I can only imagine how tragic hell is going to be. If people know that all they have to say is take note that they did not agree with God while they were living, if they agreeing that yes, they were wrong in doing that and are asking to be taken out of hell, is it possible that by the end of the day, on judgment day, everyone is going to be saved? Because no one wants the heat. That's what I'm thinking. No one wants to stay suffering in the heat or whatever hell is going to be like. So if I know and I say that, and I told my sister that's what I would say, and she sees me going to heaven and not staying in hell, my sister will do the same. Don't you think she'll pass on the message to the next person, so that at the end of the day we're all rescued from hell? There's always time in life. There's always time, and your time may be now to take that extra step and say, you know what, I believe, you know what, this is what I'm going with in life. But let that decision come from you. When you make that decision, be truthful. Don't do it because of the sake of doing it. Don't do it to please anyone around you. Be the reason that you make that change. Let me know what you guys think. A big shout out to the person that suggested this. Make sure to give this video a thumbs up, share it with your friends, and of course do not forget to subscribe, and I'll see you in my next reaction video.